ليه؟ نعم. انت شو بدك؟ انا بدي لحمه على خضره. كيف لحمه على خضره استاذ؟ ما فهمت عليك يعني. لحمه على خضره؟ ليه مستغني؟ شو لحمه على خضره يعني؟ معقول انت كمان بدك لحمه على خضره؟ لحمه على خضره، انا فيجيتيريان. معقول صعبك؟ معقول راسك انت كمان بدك لحمه على خضره؟ طيب قلنا بنسأل شو بدك فيه؟ شو بدنا فيه اكيد. بابا عندك دجاج؟ دجاج يوجد دجاج طبعا. اعطيني لالي دجاج على خضره. اي كيف خي دجاج على خضره يا اخي ما نشغي؟ شو دجاج على خضره يعني؟ خي هو فيجيتيريان على اللحمه، فيجيتيريان على الدجاج. استمعوا كان الحوار الكبار، سألني ستجني خيار الثمار، بدمعي وطبعي صارت وكتبت لبلدي العزيز الوزار له الثمار.